السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، أو مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، في هذا العالم الفسيح المترامي الأطراف. اليوم هو 30 من شهر رمضان لعام 1443 للهجرة، الموافق 1 مايو 2022 للميلاد. ومع إطلالة صباح هذا اليوم الذي هو جميل كالعادة، مثل شروق شمس الأمس، ولكن نتبين الحقيقة إن شاء الله تعالى بعد مرور ربع ساعة، بعدها إذا زادت إلى الثلث ساعة وأكثر، هنا تكون إن شاء الله الليلة ليلة قدر، في حال كونها كذلك، لأنها ليلة البارحة كانت ليلة 29 في الدول التي صامت بعدنا، أما نحن فيعتبر المتمم 30. على فكرة أناس البارحة كانوا يقولون لي في التعليقات، طبعا في الفيديوهات القصيرة التي كنت أتحدث فيها عن دخول عن إتمام الشهر 30 وفرحتنا بإتمام الشهر، وكنت أقول غدا هو المتمم، في أكثر من فيديو قصير أرسلتهم البارحة، فوجدت من يعلق المتمم المتمم يعني أقصد المكمل، كما ورد في سورة كما في قصة موسى عليه السلام مع شعيب، فإن أتممت عشرا فمن عندك. طبعا الإتمام يراد به الإكمال، فحينما أتحدث المتمم يعني المكمل، خلاص نقول المكمل علشان تكون أوضح. أيضا هناك من ينتقد، أي خلينا ندردش شوية الآن حتى ترتفع قرص الشمس، البعض يقول أنت تستخدم فلتر، أنا ما يعني أستخدم التكبير والتصغير فقط، اللي هو الزوم يسمى بالطريقة التي ترونها أمامكم. البعض يقول أيضا أنك أنت تبالغ في الحديث بأسلوب عربي مفخم أو بأسلوب يعني فيه من المبالغة الشيء الكثير. يا عزيزي والله الذي لا إله إلا هو، أنني أتحدث بهذا الأسلوب منذ أن كنت في المرحلة الثانوية، وهناك قصة ليس وقتها الآن حتى أنني أتحدث عنها، لكن باختصار أذكر في المرحلة الثانوية، خلينا أدرد شوية معكم حتى تنتهي حتى ترتفع الشمس. في المرحلة الثانوية كان هناك مدرس للغة العربية والأدب، وكان يضع لنا يعني صحيفة حائطية نكتب فيها، فاقترحت عليه في يوم من الأيام بأنني أرغب صحيفة تكون لوحدي وأكتب فيها ملاحظات عن تصرفات الطلاب اليومية وبأسلوب فكاهي وتحت اسم مستعار. فكنت أتتبع الأخطاء التي يقع فيها الطلاب ثم أصيغها في أسلوب أدبي أو أسلوب تهكمي، يعني نوع من السخرية بالفعل القبيح الذي يفعله الطالب مثلا. وكانت الصحيفة تحت اسم وضعت لها اسما مستعارا، الطاووس الملتحي، وكنت أكتب تحت هذا الاسم. فمثلا يعني أضرب مثال، طالب تعارك مع زميله، فأقول الطالب بعين يعني أرمز له بحرف، تعارك مع الطالب ميم وأدمى مثلا وجهه أو شيء من هذا القبيل، أو مثلا طالب يرمي بعض الأمور الألفاظ القبيحة، أو يرمي أيضا يعني مثل المناديل وغيرها في غير مكانها الصحيح، فأكتب فيه بطريقة يعني فيها نوع من التهكم. ف
فاستمرت الصحيفة لمدة شهر تقريبا، خلينا نعدل ال استمرت الصحيفة لمدة شهر ثم أوقفت فجأة. وأخبرني الأستاذ آنذاك فقال لي هناك من عدد من الطلاب اشتكوا على مدير المدرسة وقالوا هذا يتجسس على أفعالنا ويكتب فيها بطريقة تهكمية، فأوقفوا الصحيفة آنذاك. هذا الأسلوب، طبعا كان المدرس معجب بلغتي أو بالأصح بأسلوبي في الحديث، فأنا أوردته كمثال الآن. عموما شمس هذا اليوم حتى الدقيقة 10 دقائق، مضت 10 دقائق الآن منذ طلوعها أو بزوغها، نقول بزغ يعني طلع، عشان واحد يطلع لي في التعليقات يقول لي إيش بزوغها في اللغة العربية، يعني الظهور، ظهرت أو نشرح اللغة العربية. عموما حتى أن أحد طلابي في المرحلة الثانوية في قبل إجازة العيد، يعني قبل أسبوعين تقريبا، فكان يعني وضعت لهم بحوث وواجبات فتأخر في تسليم البحث، فجاء عندي يقول والله يا أستاذي، يريد أن يحاكي يعني حديثي، فيقول والله يا أستاذي أنا كنت أريد أن آتي به معي ولكنني والله نسيته، فسامحني يا أستاذ. قلت لا بأس لا بأس يا بني. أحدهم أذكر قبل سنوات يقول يا أخي أنا هذا الصوت سمعته من قبل وأظنه في إحدى المسلسلات العربية. قلت له أحسنت أحسنت، هذا الزير سالم أنسيته؟ قال نعم نعم هو كذلك. هو كذلك الزير سالم. الشاهد من ذلك طرائف كثيرة أواجهها بسبب هذا الأسلوب. إذا أردت أن أتحدث بأسلوب عادي طبيعي ما أستطيع أن أستمر، يعني ممكن أتحدث قليلا ثم أجد نفسي فجأة أنطلق بالأسلوب الذي أنا متعود عليه بالعربية، فسامحونا، يعني هذا أسلوبي وتقريبا أسلوب إخوتي مشابه بعض الشيء، وإن كنت أنا يعني يمكن أكثرهم في الحديث بهذه الطريقة. عموما هي الأسرة مكونة من يعني بين دكتور وشيخ وكذا، فربما هذا هو السبب في أن يطغى هذا الأسلوب علينا. طيب الشمس حتى هذه اللحظة الآن 12 دقيقة وهي بدأت تميل إلى أن تكون ذات شعاع، لكن لحظة خلينا نتأكد خلينا نتأكد. طيب كذا واحد يقول لي عموما هناك ملحوظة، بعض الإخوان يكتبوا في تعليقاتي بمناسبة أن هذا اليوم هو آخر يوم من شهر رمضان المبارك، دائما يكتب كلمة وداعا، أنا لا أحب هذه الكلمة، قل إلى اللقاء إن شاء الله في العام القادم، يعني تفاءل، أو قل وداعا وإلى اللقاء، يعني أقرنها بماذا؟ إلى اللقاء. فأنا أقول لكم إن شاء الله نلتقي بكم بإذن الله تعالى، لن أقول وداعا ولكن أقول إلى لقاء إن شاء الله في العام القادم في شهر رمضان المبارك لعام 1444 للهجرة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وفاز بليلة القدر وممن استجيبت دعوته بإذن الله. وبمناسبة ليلة القدر أمي تقول أن الليلة المميزة بليلها وشروق شمسها هو ليلة 25 من رمضان، وأنها هي ليلة القدر إن شاء الله تعالى بنسبة كبيرة، بل تكاد أن تجزم بها لولا أن هذا من علم الغيب.
ولها يعني كلام طويل أحببت أن أسجله لكم، ولكن البارح لم يكن هناك وقت لتسجيل مثل هذا الكلام. الآن أشرقت الشمس، الآن لحظة خليني قبل ما نكمل، الآن 15 دقيقة وهناك أشعة، الآن ظهرت الأشعة واضحة في الشمس، وأنا بعد 15 دقيقة، إذا استمرت أكثر من 15 دقيقة إلى 20 وهي بهذه الصورة، يعني أقصد بصورة لم يظهر لها شعاع، حينها أقول أنه ربما تكون ليلة القدر. وأما حينما تكون في الدقيقة 14 والخامسة عشرة ثم يظهر الشعاع أو 16، فحينها أستبعد أن تكون هذه الليلة هي ليلة القدر، لأن ليلة القدر أو ليلة القدر تستمر تقريبا لنصف ساعة وأكثر حتى تكون في النهار، كما تقول أمي حفظها الله، في النهار أشعتها خفيفة جدا حتى لو كانت في منتصف السماء، ثم إذا غربت تغرب وهي حمراء ضعيفة، حيث أنها تشرق عند أناس آخرين غيرنا، بمعنى أنها يعني تقصد أن في خلال 24 ساعة ليلة القدر تشرق على الكرة الأرضية، فيكون دائما نزولها في أي أو ظهورها في أي موقع في بلاد العالم تكون ذات شعاع مختلف أو خفيف جدا. طيب الآن يعني أودعكم، ولكن القناة عندكم موجودة، فاستمروا معنا وأهلا بكم، إن شاء الله نطرح مواضيع مفيدة. وبالنسبة طبعا سوف أضع إن شاء الله، أحاول من غد أو بعد غد أو كذا، أحاول أن أجعل لكم الأيام الزوجية مع بعض والأيام الفردية مع بعض في فيديو، ونحلل أيهما أقرب لأن تكون هي ليلة القدر إن شاء الله تعالى. وأيضا أحاول أيضا أن أعمل لقاء مع الوالدة حفظها الله صوتي حتى تسمعون ما تقوله بخصوص هذه الليلة، وإن شاء الله يتم ذلك بإذن الله تعالى، لكن يحتاج إلى إعداد، وسوف أدمج تعليقها مع الليلة التي صورت فيها أو صباح يوم الخامس والعشرين من شهر رمضان. طبعا مع الشمس الآن تصبح الكاميرا التصوير مشكلة، تضع يعني تظهر بصورة الشمس بصورة مربعة أحيانا مثلثة لقوة الأشعة. عموما لا أقول وداعا، ولكن أقول إلى اللقاء إن شاء الله بإذن الله تعالى، ومواسم الخير قادمة. نحن دائما المسلمين أو الرجل المسلم دائما في من موسم خير إلى آخر، فتجده مثلا من رمضان إلى عشر ذي الحجة إلى محرم وعاشوراء إلى ربيع إلى صيام الاثنين والخميس، ثم يأتي شعبان وكثرة الصيام في شعبان، ثم رمضان والجمعة إلى الجمعة وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فالمسلم كل يعني أوقاته عبادة وطاعة، ومواسمه دائما خير يتنقل بينها، فالحمد لله على أن جعلنا من المسلمين، ونسأل الله عز وجل الثبات، لأن بعض الإخوان قد يتعبد الله عز وجل في رمضان ويتقرى في رمضان ويقرأ القرآن في رمضان، فإذا انتهى رمضان انسلخ وعاد إلى ما كان عليه من قبل رمضان في الطاع في 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 المعاصي والفتن والبعد عن الله عز وجل وترك الصلاة وترك قراءة القرآن الكريم. فبئس الرجل أو المرأة التي لا تعرف الله أو لا يعرف الله إلا في رمضان. أراكم على خير، والله عشت معكم أيام جميلة، وكنت سعيد جدا بنقل الصورة لكم، وأحسب أنكم كنتم سعداء أيضا معنا.
فلا تنسونا من الدعاء، ولا ننساكم من الدعاء، وأيضا لا تنسوا الاشتراك والمحافظة على الاشتراك في القناة، لأنني اكتشفت أن البعض يحضر معنا لأجل متابعة شروق شمس العشر الأواخر ثم ينسحب، ثم يعود من العام القادم ويقول والله أنا جلست أدور على القناة حقك إلين لقيتها مرة ثانية. طيب وين كنت أول؟ لأنه إما يعني ضاع منه الجوال لا قدر الله مثلا وفقد القناة، أو إنه انسحب وخرج من القناة. وغالبا ألاحظ نقص في الأعداد، انسحاب يعني ليس بالكثير، ولكن فيه أناس يخرجون بمجرد انتهاء العشر الأواخر من رمضان. أرجو أن لا يتكرر في هذا العام، وتساهموا في دعم القناة فإن شاء الله بإذن الله. يعني الدعم أقصد الدعم المعنوي والمشاركة والمتابعة والتعليق وكذا، فهذا كله يسهم في رفع القناة من المشاهدات ومن اللايكات وغيرها. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة وتفعيل جرس التنبيه. تفعيل جرس التنبيه، وأكد فعل جرس التنبيه على الكل حتى يصلك كل جديد. وكل عام أنتم بخير، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.